من ولاية شلف أكد عبد العزيز بالعيد أن الجزائر تملك إمكانات اقتصادية وبشرية هامة لبناء دولة قوية، غير أن المشكلة يكمن في غياب التنظيم والتسيير العشوائي، وهو ما سيعمل على القضاء عليه. نعم، اليوم نشوف في حركة وطنية لمتقاعدي الجيش. لابد أننا الآلام اللي تألموا هؤلاء والكثير من الفئات، لأن كل فئات في الجزائر تتألم، من الأستاذ، من العامل في الصحة، من العامل في الوظيفة العمومية، من الفلاح، كل الناس تعاني في الجزائر، وكأن هذا المرض اللي يحكم كل الفئات والشعب الجزائري ما عندوش دواء. أنا طبيب ونلقى لكم دواء. والجزائر عندها إمكانيات اقتصادية هائلة، وعندنا طاقة تاع بشر تحمل من الذكاء والحنكة والقدرة والصبر اللي قادرين يديروا دولة قوية. المشكل تاعنا هو التنظيم، ما نظمناش رواحنا. المشكل تاعنا هو التسيير العشوائي. المشكل تاعنا هو هذه الاختلاسات تاع الأموال تاع الشعب، عوض أنها تخدم الشعب الجزائري خدموا رواحهم، وهذا اللي خلى الجزائر تتأخر وخلى كل هذه الفئات تتألم. أخواتي إخواني، نفتح ملفات ونعهدكم أنا رئيس راح نحل هذه الملفات. عبد العزيز بالعيد وفي الأخير أكد أن المشاكل التي تمر بها الجزائر ليست محتومة، بل تحتاج فقط لتوحيد الجهود لحلها، متعهدا ببناء اقتصاد قوي مبني على الاستثمار الحقيقي، كما تعهد بفتح الاستثمار في النقل الجوي.